إلى خبرنا الأخير، حيث شهدت الدورة 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تم بيع بيور جير ألترا وايت أمريكي بقيمة 1,010,000 درهم، وذلك في اليوم السادس من مزاد الصقور، والذي يقام سنويا ضمن فعاليات المعرض. وهذا العام أطلق المعرض نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي، إحدى أكثر الفعاليات جذبا للجمهور، ويعد هذا النجاح خطوة أولى لما هو قادم من مفاجآت وإضافات جديدة في عالم مزادة الصقور والمزاين، والتي بدأت اللجنة العليا المنظمة للمعرض التجهيز لها في الدورة القادمة.